السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الترم الثاني الصف السادس الابتدائي. يلا يا شباب نبتدي مع بعض النهاردة المحور الثالث بعنوان المواطنة الرقمية. هنتكلم يا شباب على أول درس عندنا، الدرس الثاني أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي. يلا بقى بينا نعرف يا شباب يعني إيه أصلا ذكاء اصطناعي. الذكاء الاصطناعي شباب عندنا هي تكنولوجيا، التكنولوجيا دي انا بستخدم فيها السمات البشريه او اللي هو العقل البشري بحيث ان انا اعرف احل بيها مشكلات، وبالاضافه ان انا بستخدم فيها المنطق عشان ابدا ان انا اتخذ قرارات عشان اعمل اداء بعض المهام اللي هي المهام البشريه بتاعتنا. يلا بقى بينا يا شباب نتكلم دلوقتي على ادوات الذكاء الاصطناعي اللي احنا بنستخدمها. اول حاجه عندنا اول حاجه هي فتح الجهاز بالتعرف على الوجه، اللي هو زي ما انت بتستخدم تليفونك عادي بتفتح بخاصيه الوجه. تاني حاجه عندنا تطبيقات الملاحه لارشادك الى وجهه ما، يعني اللي هي بمعنى اصح الجي بي اس اللي احنا بنستخدمه. تالت حاجه الاجهزه المنزليه الذكيه زي اللي هي منظمات الحراره اللي بتنظم لك درجه الحراره في المنزل كله. معانا رابع حاجة وهي المساعدون الصوتيين الرقميون اللي هم بيكونوا عندك في خدمة العملاء، اللي انت لما بتقول مثلا اضغط على رقم واحد اللغة العربية دي المساعدون الصوتيين الرقميون. بعد كده فلاتر البريد الالكتروني وهي اللي بتمنع عندك او بتحظر عندك الرسائل اللي هي بتكون خاطئة او زي هاكر او قرصنة، ان هي تمنع اصلا تدخل الانبوكس عندك جوه. يلا بقى بينا يا شباب نكمل مع بعض الادوات. نكمل معانا ادوات الذكاء الاصطناعي، وعندنا مواقع التواصل الاجتماعي ان انت تقدر زي الفيسبوك عندك تويتر وغيرها ان انت تقدر تعمل نوع من التواصل. بعد كده عندنا برامج تعليميه تفاعليه اللي هو انت برامج تعليميه عاديه جدا بس بتشتغل على اساس الذكاء الاصطناعي. ومعانا كمان فكره نوافذ الدردشه على مواقع الويب اللي هو لما بتعمل شاتنج عادي مع اي شخص، ده برضو يعتبر معاك ذكاء اصطناعي. واخر حاجه عندنا ادوات معالجه اللغه، والادوات ديت هي عباره عن تطبيقات انت بتدخل عليها اي مقاله هي بتعدل لك اي اخطاء املائيه او نحويه بحيث ان انت تخرج في النهايه بمقاله صحيحه تماما. يلا يا شباب نكمل مع بعض. قال لك بقى انت عندك حضرتك الذكاء الاصطناعي بيعتمد على حاجه اسمها الخوارزميات. يعني ايه خوارزميات؟ هي الارقام. انت واخد قبل كده ان الكمبيوتر دوت هو بيستخدم اللغه الثنائيه، واللغه الثنائيه اللي هو 0 1، نفس الفكره اللي هي اساسيات الرياضيات نفس الفكره هي الخوارزميات، تمام؟ اختلاف بس اسماء عشان برضو في الاخر تحل مشكله وتستخدم منطق وبرضو معاك تتخذ قرارات. يلا شباب نكمل مع بعض، ودلوقتي هنتعرف على اخلاقيات مصممي الذكاء الاصطناعي. طبعا حضرتك عندك ذكاء اللي هم مصممي الذكاء الاصطناعي لازم يكون عندهم مجموعه من الاخلاقيات. اول حاجه الشموليه. الشموليه دي معناها ان يكون جميع المستخدمين مستفيدين للذكاء الاصطناعي مش مجموعه محدده فقط. تاني حاجة يا شباب عندنا عدم التحيز. عدم التحيز ان انت مش بتعتمد على رأي معين، بالعكس انت بتعتمد على ايه؟ على حقيقة. تالت حاجة شباب معانا هي الافادة. الافادة يا شباب يعني معنى صح انت بتساعد المجتمع مش مساعدة شخصية معينة، لا انت للمجتمع اكملها. يلا يا شباب نكمل مع بعض باقي الاخلاقيات. عندنا اول حاجه كمان الشفافيه. الشفافيه يعني ان يكون المصمم على استعداد ان هو يشرح لك ازاي عمل ادوات الذكاء الاصطناعي. بعد كده عندنا التحفظ، بمعنى ان التحفظ لازم يكون فكره الامانه. يعني ايه الامانه؟ انك تراعي خصوصيه المستخدم لما هو يستخدم معاك ادوات الذكاء الاصطناعي. واخر حاجه يا شباب عندنا هي المسؤوليه. المسؤوليه بيقولك اذا لم تعمل اداه الذكاء الاصطناعي كما ينبغي يجب على المصمم ايه؟ ان هو يتعرف بالخطا ويعرف الخطا ويحاول كمان ان هو يصلحه عشان يواجه المشكله ديت. يلا نكمل يا شباب. قالك بقى ان الاشخاص عموما بعض الاشخاص او معظم الاشخاص ما بيثقوش في الذكاء الاصطناعي بادوات الذكاء الاصطناعي، ولكن مع استخدام الاخلاقيات دي بدا ان هو يساعدك في ان انت تخفف من المخاوف اللي بتواجه الاشخاص. فعشان كده بيقولك فيجب ايضا على مستخدم الذكاء الاصطناعي ان يكونوا اخلاقيين ويستخدموا ايه هذه الادوات عشان لمساعده انفسهم والاخرين والمجتمع
كما لا يجب أن يستخدموها لإيه؟ لإنتهاك خصوصية الأشخاص، يعني إنك أنت ما تعرضش حد ولا الهاكر ولا الغش ولا حتى التسبب بالإيه؟ بالأذى، ما تأذيش حد. ودلوقتي يا شباب معانا سؤال المتفوقين بيقول ضع علامة صح أو غلط. السؤال بيقول الذكاء الاصطناعي هو تكنولوجيا يستخدم السمات الإنسانية لأداء المهام. مستنية إجاباتكم في التعليقات. يلا بقى يا شباب نكمل مع بعض باقي الدروس في المحور الثالث بعنوان المواطنة الرقمية. طبعا هناخد النهاردة الدرس الثالث بعنوان التجارة الإلكترونية. يلا بقى نتعرف يعني ايه اصلا تجارة إلكترونية. التجارة الإلكترونية يا شباب هي المواقع انك انت اللي بتدخل عليها على اي موقع تواصل اجتماعي وتبدأ تعمل نوع من الشراء او انك انت تشتري سلعة او خدمة زي اللي احنا عارفينهم اللي هي امازون والحاجات التانية، فهي عملية شراء السلع والخدمات وبيعها عبر الانترنت. وطبعا حضرتك عندك متاجر كتير جدا بتعمل نوع من الارتباك للمستهلكين، هم مش عارفين يختاروا ايه بالظبط. طب انت عشان تعرف انت هتختار ايه لازم تستخدم حاجة اسمها ادوات البحث التكنولوجي، وهنعرف بعد كده ايه هي ادوات البحث التكنولوجي. ادوات البحث التكنولوجي يا شباب اول حاجة عندنا وهي محركات البحث. محركات البحث زي ما احنا عارفين ان هي جوجل. طب جوجل دي بتوفر لي ايه؟ بتوفر، يعتبر ان هي محركات دي هي ادوات بحث تكنولوجية بغاية الاهمية. طب ليه بغاية الاهمية يا شباب؟ عشان هي بتعرض لنا حاجة اسمها مقالات. المقالات دي بتبدأ ان هي توضح لك المنتج ايه عبارة عن ايه، وكمان هي بتوفر لك حاجة اسمها الروابط عشان انت بمجرد ان تضغط عليها بتوديك على طول لمواقع الايه؟ تسوق المناسبة. تاني حاجة معانا هي مواقع المقارنة الإلكترونية، وباينة من اسمها ان هي مقارنة. يعني ايه مقارنة؟ ان انا بقارن ما بين المنتجات بعضها البعض من خلال حاجتين، من خلال حاجة اسمها السعر، سعرها قد ايه، والجودة كمان اللي هي جودتها ايه قد ايه. تالت حاجة معانا يا شباب وهي التقييمات عبر الانترنت. ايه التقييمات؟ كلنا عارفينها طبعا، هي الخمس نجوم اللي بتظهر لك في اي منتج عموما انت بتقيمها. انت بيقول لك يمكن تقييمات المستهلكين عبر الانترنت او تقييمات الاصدقاء او افراد من الاسره ان هي تساعدك في ان تختار المنتج، ولكن توخى الحذر لان احيانا بيبقى التقييمات دي مزيفه او مبالغ ايه او مبالغ فيها، فيفضل انك انت تسال مين؟ يا تسال الاسره يا تسال الاصدقاء، وتنتمي افضل حاجه للتوصيات الايه الشفويه ان انت تسالهم بشكل شفوي. يلا بقى يا شباب النهارده نتكلم عن البورصه. يعني ايه بورصه اصلا؟ البورصه يا شباب هي سوق انت ممكن للافراد انك انت تشتري حاجه اسمها حصص. الحصص دي بمعنى اصح ان بنتكلم في حاجه اسمها الاسهم. يعني ايه الاسهم؟ قلنا ان الاسهم بتكون الشركه بتبدا ان هي تعرض اسهمها. يعني ايه اسهمها؟ هي تكون ليك ملكيه في الشركه دي باجزاء متساويه. يعني هي بتحط لك السهم مثلا بمبلغ معين، وانت من حقك ان انت تشتري الحاجه دي، تشتري السهم ده ويكون ليك ملكيه في الشركه، تمام؟ فعند شرائها بيكون لك نسبه ايه معينه. وطبعا حضرتك السهم ده بيكون عندك تقدر لو الشركه ربحت تقدر انك انت بتربح، واذا خسرت فانت حضرتك بتخسر معاها. فبمجرد انك تخ ان هي خسرت كده انت بتتعرض لحاجه اسمها المخاطر. ممكن ان الشركه دي تخسر اموالها نتيجه حاجتين، يا اما منافسه ان يكون في منافسه لشركه تانية، او ان التقييمات تطلع عليها. ممكن التقييمات دي ما تكونش حقيقيه، دي ممكن تكون اشاعات او اكاذيب، فبالتالي هتاثر على ايه؟ على حصتك في الشركه. كمان اما بالنسبه لشباب للسندات، الشركه ما تقدرش ان هي تبدا تحط لك حاجه اسمها سندات. طب يعني ايه سندات؟ شهاده ليك نسبه معينه ان انت بتعمل نوع برضو من الارباح، تمام؟ ليك نسبه معينه تعمل نوع من الارباح، وبتبدا انك انت هي بس بتعمل الموضوع ده عشان تجمع مجموعه من الايه من الاموال، خلاص. طيب حضرتك انت كمستثمر عايز تشتري سهم في احد الشركات، فانت لازم الشركة دي انت بتثق فيها. الشركة دي من اشهر الشركات اللي موجودة دلوقتي هي الشركات الخضراء اللي هي الخاصة بالتنمية المستدامة، اللي هي عشان بس تحافظ على الايه؟ على البيئة، تمام يا شباب؟ طيب
احنا كنا واخدين الترم الاولاني ان انت عندك بورصه، بس بورصه الكترونيه، ان انت عبر المواقع الالكترونيه تبدا انك انت تستخدم او تشتري الاسهم والسندات عبر وادارتها كمان وبيعها عبر المواقع الالكترونيه اللي هي الكون الايه الرسميه. واحنا عارفين بمجرد انك انت استخدمت مواقع الكترونيه بيكون ليك سلطه اكتر في اداره قراراتك الماليه. يلا يا شباب نتكلم مع بعض او ناخد مع بعض دلوقتي سؤال المتفوقين، بيقول لي ضع علامة صح او غلط لا يمكن شراء الاسهم والسندات وادارتها وبيعها بسهولة عبر المواقع الالكترونية. مستنية اجاباتكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.